السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير للجميع، شركاء النجاح في كل مكان. يزف لكم أجمل ضيف وأجمل صديق وأعز غالي المهندس حسام من العراق الشقيق. الرسائل الموجودة لديه والكاميرا معه. حياكم الله أخوان جميعا، وأسعد الله مساكم. الرسالة الأولى لمن دخل وتعرف على مشروع ديكسن الكبير: تعلم ثم تكلم ولا تتعجل النتائج. حاول قدر الإمكان أن من خلال التعلم أن تكون لديك رؤية واضحة ويكون نظرك ثاقب كالليزر، ومثل ما تعرفون الليزر يقطع الحديد. الرسالة الثانية إخواني لمن دخل وانتسب إلى شركة دي اكسن ووجد فعلا نفسه في دي اكسن: استمر بالتعلم. جميل. الحقيقة المعرفة قوة، زيادة المعرفة راح تعطيك قوة في فهم هذا الصناعة، قوة في فهم المشروع، أين ستصل مع هذا المشروع. جميل. فبالتالي بزيادة التعلم راح تكون لديك أهداف دقيقة وأهداف ذكية، وبالتالي ستكون لديك خطط واقعية، وإن شاء الله ستصل، لأن المشروع الآن خلاص أصبح لغة أرقام تتكلم، أصبح واقع حال، أصبح الآن ما شاء الله النتائج. قبل كنا نسمع بفلان وعلان، الآن ما شاء الله يعني ضاعت علينا الأسماء من كثرة النتائج ما شاء الله، والنتائج سريعة. ليش؟ لأن كثير، لأن هذا المشروع يا أخواني، وانتبه هذه الكلمة، هذا المشروع يتناسب مع الحداثة الموجودة، فكل إنسان ممكن أن يستثمر للحداثة الموجودة والتقنيات الموجودة، وهذه فرصة كبيرة للأخوة الأذكياء والشباب الجدد الموجودين اللي عندهم مهارات والعدهم كانت أن يستثمروا هذه المهارة في مشروعهم. لأن إحنا الآن عندنا محتوى قوي وعندنا مشروع قوي، لكن إذا أضيف لهذا المشروع بعض الأطر الذكية أكيد سيكون بيرفكت حقيقة. هذا الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة للأخوة القدماء: استمر بالتعلم. جميل. حقيقة يا شباب، يعني أضرب لكم مثل بسيط. الآن الموبايلات كلنا ما شاء الله سمارت فون، وعندنا برامج. تخيل برنامج عندك واتساب صار له 5 سنين أو 10 سنين ما محدثه. مشكلة. يعني كم ستحرم من الخير، كم ستحرم من الأوبشنات. فأنت حتى العضو القديم، أنا أنصح نفسي، أنا مو قديم جدا يعني، لازلت مودرن. طيب، بس الأخوة القدماء، حاول تحدث بياناتك، حاول أن تزيد مهاراتك. يا أخي اخسر على مشروعك، ادخل دورة ودورتين واخسر من جيبتك، لأن أنت ما ستضعه الآن ستأخذه أضعاف. نعم. فبالتالي استمر بالتعلم وتحديث البيانات والاستمرار بزيادة المهارات، لأن إحنا حقيقة عندنا دائما معلومات أساسية وعندنا معلومات ثانوية اللي تعتبر مهارات مهمة. حلو. يعني أنا أتعلم القيادة لا بس، لكن أتعلم مهارة القيادة وأنا أكون سائق محترف، هو هذا المطلوب من عندنا. عندك سائقين، سائق محترف مثل شوماخر ما شاء الله ملتي ملياردير، وعندنا سائق عادي سائق التاكسي يعني يادوب يطلع بالعشاء. بالعشاء. فأنت اختار نفسك، تطلع بالعشاء ولا تريد شوماخر. نحبكم جميعا. الله يحفظك. ونلتقي بكم في القمة إن شاء الله، وأهنيكم على هكذا قائد أستاذ حمود، حقيقة قائد رائع. نتعلم ما شاء الله عليه، صاحب طموح وصاحب رؤية واضحة، وكل من كانت له رؤية واضحة وخطة حقيقية عملية ومستمر بالتعلم إن شاء الله سيصل ونصل جميعا بإذن الله تعالى. نلتقي بكم جميعا. كتب الله أجرك وسامحنا قدر من وقتك الكثير، ولكن جعله في ميزان حسنات. آمين. آمين. وفعل الله وقدرك وعلى مكانتك، ورزقنا وإياك دائما الثبات وصحة النية. شكرا لك. السلام عليكم.